طب قول الو بقى. الصوت ده مش هتعرف تغلط فيه. مش هتعرف تغلط فيه. ما تقوليش. قول الو. الو. طبعا يعني مش هينفع تغلط، خلي بالك. مش هتروح. لا قول اسم تاني احسن. الو. الو. ايوه بيبي. اه حبيبي. كي دايرة؟ الحمد لله. كل شيء مزيان. منور تبارك الله عليك. هذا بمصرية بس يفهموا. ما شاء الله تبارك الله عليك منور. بقولها تكلمي مصري عشان بيفهموا. اهلا بك يا مدام غزلان ام اياد، يعني مبسوطين جدا ان حضرتك معانا، وفي نفس الوقت يعني احنا مبسوطين ان بدر معانا. شايفاه ازاي بقى في التلفزيون انت قاعده كده؟ اولا شكرا كابتن اسلام، يعني شكرك يا فندم، شرف ليا اني اطلع مع حضرتك. ربنا يخليكي، شرف لي. يعني اول حاجه حابه اقولها كان بغي نبارك لجميع الاهلاويين على التتويج بالمرتبه الثالثه عالميا، من خلالهم حقيقه كان ظهور مشرف للكره العربيه والافريقيه بصفه عامه. وبالاخص كان بغي نهنئ الزوج ديالي، كان نجم من نجوم البطوله، شهدت الجميع ما شاء الله كان في المستوى. ومن مميزاته اللي دايما كنقولها له الحمد لله، دائما يكبر مع المقابلات الكبرى. الحمد لله. الحمد لله. يعني هل هو هادي في البيت كده برضو يعني يا ام اياد، ولا برضو بقى يا اصل احنا كل ما اكلم حد يقول لي اصله هادي جدا، هو في البيت عامل ازاي؟ هو الصراحة شخصيته هي كده من عند ربنا هادئ، بس يعني شوية شوية في البيت بيكون يعني شخصية مرحة وبيهزر وبيضحك وبيلعب مع ابنه وكده. الحمد لله يعني كل سنة. يعني اياد ده اخباره ايه؟ اياد كويس؟ الحمد لله. مبسوطين في القعدة في مصر؟ دوزي ليه يا غزلان دوزي؟ بيتو كلم بابا اياد. بابا. نعم بابا. حبيتك. توحشيني؟ انا نجي دابا، انا قريب نجي عندك. مش هنأخره، هنجيبه لكم. علشان هو لسه شايفني ساعة ولا ساعتين بعدين طلعت عليك. ها؟ بابا كان بغيك بزاف. انا كان بغيك بابا، يلا انا شوية نجي. مش هيتأخر عليك يا حبيبي، هيجي لك على طول. انا قعدت معاه ساعة ولا كده. بعدين طلعت هنا على طول. جمهور النادي الاهلي كله 70 80 مليون اهلاوي مستنيينك. يعني طبعا المدام واياد ليهم حب طبعا وكل حاجه، ولكن في النهايه جمهور النادي الاهلي مستنيك، وكان مستنيك النهارده، وقد ايه السعاده والانبساط اللي هم الحمد لله. يعني هقرا لك كمان شويه، انا مش يعني كميه مسجز جايه لك غير طبيعيه. ام اياد برضو عايزين نعرف يعني مبسوطه في مصر ولا لسه ما خدتيش على الجو؟ لا بالعكس، الحمد لله. يعني اول ما جينا على مصر تعلمنا بسرعه، خصوصا يعني مصر بلد جميل، ويعني من زمان هو والمملكه المغربيه يعني اشقاء. طبعا نتعودنا من يوم ما كنا صغيرين بنتابع جميع يعني افلام مصريه والحاجات. يعني احنا ومصر يعني قريبين من بعض. بيتكم الثاني يعني؟ بلد ثانيه يعني قريبين من بعض، وخصوصا الناس طيبين جدا، شعب محبوب، الكل رحب بينا لغايه الساعه، بيوصلنا رسائل ترحيب صراحه، كل الحب والتقدير للشعب المصري صراحه. طيب بتاكليه اكل مغربي ولا مصري؟ ضروري. ضروري ايه؟ عايزه اقول لك الحاجه الوحيده اللي انا لقيت فيها صعوبه هنا في مصر هي الاكل. فعلا؟ بصراحة كده. لسه ما تعودتيش على، لسه ما تعودتيش تعملي الأكل المصري؟ في اختلاف شوية ما بين الأكل المغربي والأكل المصري. عشان كده يعني لازم أطبخ مغربي في البيت. يعني هي بتطبخ لك مغربي بس يا بدر؟ طبعا. لغاية دلوقتي بدر لغاية دلوقتي ما أنا جاي اليوم قلت لها اعملي لي حاجة مغربية، علشان احنا 15 يوم كده في خطر، فندق اكل تبع فندق كده، بس عبد الرحمن راح يزعل ديما. لا الاكل كل واحد مسؤول. لا مسؤول التغذية في النادي. انا شأت الاكل المغربي في ال 15 يوم دول، اكل اليوم وبكره، ممكن بكره شوية بس وخلاص. بعد بكره خلاص الماتش. بس هو شكله ما بياكلش يا مدام. لا هو كده
هو كده يعني، هو وباباه واخوه يعني عيلتهم كلهم يعني، يعني قوامهم كده. بس بياكلوا كويس اهم حاجه. بياكلوا كويس الحمد لله. طيب يعني لو حبيتي تقولي كلمة لبدر على الهوا كده تقولي له ايه؟ صراحة شهادتي في بدر مجروحة وهو عارف كثير يعني، بعد اذنك اقول له لاول مرة على الهوا وامام الكل اني كان بغيك بزاف، والله يخليك لي يا رب. امين يا يعني حاجة جميلة جدا طبعا يعني، بتقولك يعني ربنا يخليك ليا. بص على فكرة هي أول مرة بتطلع على قناة ولا على حاجة، أول مرة بتتكلم كده. الحمد لله أنا ربنا اداني بنت ناس الحمد لله، وأول ما اتجوزنا الحمد لله وإحنا ماشيين في الخير وربنا بيدينا الخير. أنا دايما الكلام ده بقوله لها، أقول لها أول ما خشيتي على بيتي الحمد لله وربنا مدينا حاجة حلوة وكويسة. الحمد لله يا واحسن حاجه بالنسبه لنا هو اللي بتسمع فيه ده هو اياد. انا مراتي كنت بعرفها قبل ما اتجوزها باربع سنين كده. أيوه. علاقه حب الحمد لله لسه لدلوقتي. برضو اقول لها انا الحاجه اللي زعلان منها دلوقتي هي موضوع الكورونا دي، ما تخليناش نديلهم حقهم. فاهم؟ طبعا دايما انت لما تخش على الفندق يوم بعد يوم تيجي لعندهم، اليوم الثاني لازم تخش على الفندق مثلا 15 يوم في قطر، بقالك يومين كده وبعدين راح تروح ثاني على الفندق. هي الكورونا لخبطت الموضوع شويه، انا حاسس نفسي انني ما مديهمش حقهم فاهم. بس هي فاهمه الموضوع ده، هي ممكن تفهم بس عائل صغير زي اياد كده ما بيفهمش الموضوع، هو بيقول لي لا خلاص ما تروحش على الفندق ما تروحش تلعب مات. بس ان شاء الله لما نخلص ونبطل كوره هفضل معاه على طول. هتفضل معاه على طول تسال ده. كلام كده هيقول لك امتى هتمشي. روح. يعني اولا سعداء جدا بوجودك معانا، بس يعني هل هتعملي له ملوخيه قريب؟ ملوخيه بالارانب، ملوخيه مصري، ولا هيبقى صعب برضه؟ ان شاء الله ان شاء الله. هتتعلمي يعني؟ هتعلم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هو على فكره هو يعني على طول اخذ على الاكل المصري مع زملائه في الفريق. ايوه دايما بياكلوا اكل مصري وبيجي عندي وبيقول لي انا اكلت كده وكده. اقول له بالهنا والشفا. بالهنا والشفا من قلبك. ها من قلبك بتقولي له بالهنا والشفا من قلبك؟ طبعا. ولا عشان بياكل بره لوحده؟ لا 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 بالعكس والله عادي. عادي يعني. طيب هتجيب لها هديه ايه بقى عشان البرونزيه؟ بدبسك على الهواء. ايوه. هي تبع البرونزيه ولا تبع عيد الحب؟ الاثنين. الاثنين؟ دي حاجه ودي حاجه. خليها واحده غزلان. لا لا تسال تسال، هي اللي عاوزاها انا الحمد لله. لا مدافع رومانسي صحيح. لا الحمد لله هي انسانه بتسال والله. تستاهل طبعا. تسال كل خير، انا دايما اقول لها اي حاجه عاوزاها خذيها من غير ما تقولي لي ولا حاجه. خذي راحتك والحمد لله احنا ماشيين في حياتنا كويسين، ربنا يدوم محبة. ربنا يخليكم لبعض. انا بشكرك جدا. اخر حاجه عايزه تقوليها، لو عايزه تقولي حاجه لجمهور الاهلي، لبدر، للفتره اللي جايه، الفتره السابقه، اي حاجه عايزه تقوليها. يعني ما فيش حاجه من غير اني اشكرهم يعني جزيل الشكر، يعني دايما دايما بتوصلني رسائل من عند جمهور الاهلي، يعني حبهم الكبير لبدر بيخليني يعني انا احبهم اكثر، وبقول لهم استنوا بدر لسه ما شفتوش، يعني لسه ما شفتوش بدر يعني قدراته كلها لسه ما شفتوهاش، يعني ان شاء الله هيتوفق اكثر واكثر مع النادي الاهلي ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا ام اياد على وجودك معانا.